أنا اليوم أنا سعيد بتواجدي مع زميلي الوزير المنتدب للسلع الصيدلية الإلكترونية وزميلي مدير المعهد الوطني للصحة العمومية. تواجدي مع خيرة الأطباء والأخصائيين بموضوع واحد وهو موضوع تحويل المرضى للخارج، وكلنا نعرف أن هذا يتطلب كثير عن الميزانية الجزائرية. وسعيد جدا بعد محاضرة الأستاذ رشيد بوغربال هو رئيس اللجنة الوطنية أن كان فيه تقليص من عدد المرضى تحويلهم في الخارج، فأصبحنا أقل من 300، وعدد المرضى فيهم عدد آخر ممكن يتحولوا عن طريقهم الخاص. احنا نتكلم عن التحويلات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي. احنا الهدف من هذا اللقاء هو عدة محاضرات، وتستهدف طبعا تبادل الخبرة وتبادل الآراء، وهذا كله لهدف واحد هو تقليص المرضى الذين يحولون إلى الخارج. أنا أعرف أن عندنا حقيقة كفاءات مادية، كفاءات بشرية، كفاءات داخل المستشفيات، وأنا أعرف أن فيه عدد كثير من الأطباء حتى منهم تربصوا في الخارج وهم قادرين على إجراء هذه العمليات. فيه بعض المشاكل في اختصاصات أربعة، وهي بالخصوص جراحة القلب عند الأطفال، تشوه كبد وجراحة الكبد، أو جراحة الشرايين، أو جراحة العمود الفقري، تشوه العمود الفقري. إذا هدفنا بعد هذا اللقاء هو إعطاء، وأؤكد، إعطاء تعليمات لازمة، وإعطاء كل الوسائل المادية والاستراتيجية والسوبلا ماتيريال لكل الأساتذة في المستشفيات لمساعدتهم في تقليص تحويل المرضى للخارج. شكرا. شكرا لك. صحة. شكرا.